ربي حاكم لي الدمر ورفع شبيشي عمر الجن عملها له دار رفعوا للسماوات ويا عمار مع أرياض في الرياضة والألعاب في الكورة معروف بالراس العدو وعمل خلاف الذكر وعلي ذو منجل الاستعمار منه تخبل من ضرباته زاد هبل وتحصل في الظلمة ما تنسوش أكلي سعيد في الجنة يسكن بعيد الله يفعل ما يريد ويكفر في الحسنة تاريخي في يتكلم يذكر محمد مسلم في جهاد عمره مظلم عمره نعم ونكوار الشهادة كلهم في الجنة الله يرحمهم ويوسع عليهم بالولدان والحرية أخوتي قلبوا ربي باش تنجح لي الزمان نورا عند الشعبين كيف العين تشوف الفرجان يا طيري غنمي يا زهو الروح بالله زرق الجناح غني لي غنية الصباح يا مزهيني ملك اسمح خبرك يا طيري من وقت ما مشيت كنت ذري صغير عليك بكيت يا ساكن ضميري من الوحش عميت انت يا مسجد وانا في حبك يا طيري غنمي يا زهو الروح بالله خبرني مالك مجروح كنت تغني وفي البستان على نوراني وعلى دمي الخيل والملام ما ينفع لي من لا يضيع مع حبي نزاج القطيع نزاج القطيع يا نعود يا حبي يا نعود يا نعود يا حبي يا نعود يا نعود قلبي ما يحمل بقدم ولا حلل خليوني ما أحب النساء.
اللي يحبك حبوه واللي يحبك حبوه واسر لي بينكم خير إذا حبك أنت حبه أكثر وإذا تركك أنت ما تسألش عليه المصبط مدى بالحافي وازاي يضحك عن الموت واللي راقد عنك طيفة دافية واللي راقد عنك طيفة دافية والعريان مسكين كيف يجيه النوم أوعدي والرجال مسكين كيف يجيه النوم آيلي والغني ربي ايش نعمل ايش المعمول ايش من حيلة تنفعني معاه حرفتي من الحقا طلوع الغير على البراس قاري جردة بيدي الرومان الازرق يفين ميسر كذا محكيم قاري علمت الجيم كي حقه وسجي الفرصة معلم في حرب النساء ومبلي بالطاسة وسلبته القلسة بين البنات جايل عنهم طول الحياة جال مدون القيات خصات وغزالة عم يدور فتش المدايم والبشور يوم وصل الأزمور صاب بنت ظريفة عذرا بهية ولطيفة زايدة للزينة تحفة صايلة بيهم على جميع الأيام في العود كتخزن وتصيح معاه بالحجازي وشغال الشام عيوط الغرب مع الكلام بنت 18 عام عندها في عمرها بهية وعذرا في صغرها عندي كبرة في العشرة ولا تسيب عني صبرة في كل يوم ما تخطيني حتى جا الحجاز مرور الحجاز باعوها له حساب كي يحسدوني من العيال عمل عنها الرصاد في القصر وكسكن بين الواد والبحر وتملك بيها وملكاتو لوزان السعدية وعدي وحكم عن نومي لزينها فرب الحجاز تاج البكار سبع ايام من فقدت الخبر وصبحني بالشار طيب شرني بخبار الغزال عند الحكيم من الحجاز عند الحكيم من جانا للمغرب بالسحر ورشدها في داخل القصر ملكاته بالزين والشعر الحاجب والعين والشفر الشامة والخال والصغر المعنى في النقط والصدر
مطور وقلت ليه جميع اصحابي طيار اشترقوا عن تاج الفخار ونعجب فيه اذا عطات فيه الوجبة في المحاربة درت الخصاي المغاربة ونزلت الجلابة ولبست سوت قاضيك كتابي دايرو في يديك تسبيح لي صرفي منك لا حيا كسلوك الفدا وقصرت باب القصر نتقول الصاد الطاي يقولو تواجب الحلم خرج الحراد الريم قال لي يا واش عنا بيك أمغربيك وقلت ليه أنا قاضي البلادي وجيت نتبرك منك الحكيم نطعمك لي حق تمشي عندي للدار للضيافة ونتقهوى معتزلي قال لي ما نمشي في بعد السلام وموتلكم عني كرام انتي قاضي خداع روح في حالك صدي عليا اوعدي واش القاضي مثلك جيتي هماس خلق صوك الباس امنه يسغالي كيف جابي المشيق وعويشه سيدي رحال جبت عشرة بخطاطي صايلين بقى رجليهم طايلين وشموحهم مشعولين والبنادر في عشرة مسخنين حنا جدابين كاملين وصلنا القصر نتقول رصاد كي يقولوا تواجب بالحكيم خرج الحراز الريم كان جا المطور عينيه كي يدوروا في راسو ستريه وسلمت عليه قفل ثم رد عليا شي سلام قلت في قلبي هذا حرام قلت في قلبي هذا حرام وجذبت عليه وقلت ليه قولي رحبا له الكمال تعرف سيدي رحال جدنا انتي يا جيتي لغربنا لازم نورو لك سرنا دخلنا للدار والقصر كرمنا بالعود والزهر جبنا لك الخير والستر والظالم صابر اللي تجاورني عن هذا القوال بعد لفت لي يا وقال هذا بكم رحال اش نبي ولا مرصال جاب لكم الدود هذا الحيال وانتو ما في عشرة دار بقطاطكم كيف تهال وحداشكم خدت جابكم للحمية ودار الوصاد قد ضربوهم بالعكاز ظهرت انا بالناس منو يتغالي الفجرة بين العشيق طاوشة والحراس فات حراز رهيب قديم فات حكي تفعلوا للبنات حكي تفعلوا للبنات قالوا لي يا شيخات العاشق نمشيو معاك بالرباعة نتراش من البنات غير الخدات الفايدات غير الخدات الفايدات ثلاثة ملوحات صايلين بنقط الكمال جات
لا تعودات حافظين الالات عدد ثلاث وثلاثه طرارات حافظين القصايد والديات وثلاثه رقصات يسلبوا من كانت قديم فات يردوا الشايب للشباب قلت ليهم هذا هو الزول هاد الحيلة هي الدخول وقمت لي يا أم البتول لبستني كسوة من الذهب والحرير وأنا يا باقي زين وصغير لا لحية لا شرب كيف حضرة اللي هدت الصيام وفينا هلوى الغرام وعيون شعب اروام والخدود ورود والفم كالختم والشفاء الفلويين القومان بحبي كويين والتحليقة جمعت المطاوين الحرب الحايك المحربل وقالوا البنات الشيخة زيدي قدامنا وسميناك اختي يمنا ودرجوا البنات وجات للا مالكة هي وفطوم والريم حدا والسعدية ورابعة والغزالة زهرة وعويشة وادية ونانا وزهية ورحمة وخديجة وللا حبيبة هادو طناش درجوا بالمشاشي والقماش والحروج مقاوم كان عضرة تحكيها شي غزال وكتجرح من شوف النجال والقصايع البعد في التنايا قدامهم حتى وصلنا القصر نقول رصاد طيقولوا شبات الحكيم وخرج الحراز اللي مشاف فينا بنت قنالو بجميع ودويت انا دغيا معاه وطلبت وديف الله قال لي منين انتم وقلت له جينا لك من فاس وحدي الحكي من تعز الناس الزهو المطق مع الكاس جبت ليك ربع عالو ناس للزهو السلوان معك في القصر يا سيدي تتسلى وتستبشر كاين سقفية ونشوف فيه يضحك وانا يا صرت فرحان وقلت دابا ندخل دوا قال لي يا فاين الشيخة ونطقت ليه وقلت ليها ما هي يا يحكيم قال انتي يا خصلة وجيتي عندي بالحيلة روحي شوفي شي قشلات بيتك بنت الصغرية اوعدي وانتي يا وطناش خصكم طباخ وخباز وروحوا لحضرة بقراز بقيت نخمم الفهيم باش نولي عند الحكيم قلت اصيل عبيد ما ينفع في الحزن غير زيد جرب فلك للي سعيد وعرفت 12 من الخدام وقلت ليهم يا عبيد الدربة عند الحكيم الدربة في القصبة عند الحكيم قالوا نمشيو ايوا سيدي غير قوم راسك وانت قلت ليهم شيء مبارك ودرت المسوس والباسيسة وبو عقدة ودرت الروينة وجباب الحليب وصنعت الميدة بالوداع ودرت كساوي الملوك والطبيقة والحكوكة والخور وانت قنوات الدبور بالقلبات وقلبات Thank you.
الخيالين نجحب الزير بدي يتحكو قال لي غير لاش خدمت لي عبير وزدت انا عنده بسي الدق وانتقت ليه انا عزي بالخير جيت عند الصالح بلادنا وقالوا لي السياد الدار لما طلع عليها يا حكيم العبيد ما عليهم حجبة خمين الناس المحبة الموقف ليا اتيك تحال ليش يكون صالح العبد اذا جاع يولي بسال اذا جاع يولي بسال منكم بجميع الثانية يا جماعة وعدي اللي خبرت لكم تشكر على الراس تعكريطة والخنجر والجهد سيدي معسور ونصورت في باب الصور ونصورت في باب الصور وصل في اللبق نعرف في دم تقول صار يقولوا شي خيالي قشو داس الليل نص دمي تبعتو منين تنعو صوتي اسيادي وقتو جوش دورت انا وجهي بجهي قليت علي وصرت كان بالروح نسمعت ليها كانت كله هذا شي خبير احياتي دابا يدخل لك زيد علي يا حتى انا كيف رجلا هالبير قليها يا سود شكار ما نام فيه يشوف خيالك دابا يدخل القصر قالت له تسمع حكايتي حنا الغرب الشيخ ونسى لا تخشى منه وخرج كله سيدي محبوب وما تعلم فيه بالخشبه وحنا قفاو وخرج عندي وانا يا كان قرح حتى كملت قصيده من سبع صان وزاد سبقني قال مرحبا بك الشيخ ودخلنا للقبه وشفت صنعت الحكام يا ريت انا ودامي والحيط ما ساقوا بيا دواء وقال ليا شرب ودندل مغربي الفت جوجي وصرت كان قرح ونقول في القصيدة دوان باش توارن كيف العمود كتجاوبني في الغوصون ليالي وبلاط شاي والحوت حتى الناس ورشق ليها بتعودها في يديها ولدات كطيب فيه بالسياسة ورمت يدها لجيب وشحت الطفاصة والدير حتى الأصاد طارت تلديك الجيران أجسين قالت لو تسمع أحجازي هذا هو محبوب خاطري وانتي عذبتي يا ظالم راك حسن في يدنا وعدي تولي قرد وتفرج ما بتنجاز واش حطاتو بالنباز من ولد غالية كيف جرى بين العشيق وعويشة والحرباز We'll be right back.
بعد 20 يوم هاني قبلتو لي واش صافي شغلي ولا باريك الله لنا قالت ليها سيدي هالخاتم وطلاصة وقتي ورانا زوج نزهو في القصر والحراس يشوف بالمنظر معاه ندبر يا حبيب الخاطر ودوك التواشي باش قدمتي عندنا غير تواشي حيفين لو جيتيني شيخ كيف دنا لكن دخلتي بزمنو وفرتي بيا يا شيخ قلت لها هذا ما تنصح عليك هذا نفسها العفو للرجال يا العذراء تشكي مرجعيه بالنوتر وذني العفريت يشيلو الحجاز يمشي عند الله علمو الحكمة عند النساء قالت لي على وعسى وانا ما نفعل غير مثل وشفت الطاسة تنقل وقف عفريت الزرق قال لي هدني الغزال قالت هاد الحكيم شيلو ودي الحجاز اسيدي سيبو شيلو يا عفريت شيلو يا تمشانو زعق وزار بيه قالت لي حبيبتي اجي نعملو بلوكي ناس والحلة مشان حداك انا مورابية ترابي المحر في السنبابة تسيت الحنة مشفت علي سفة قلت لها تسمعي لي با انتي لي يحيك موتي باعيني لنا من دون دعوة نقضى لان عالف الماضي لا اغزل في الخلطة الخلطة بمر الحنة الخزير العنعان انه ليس معدنة ما شفت غزالة ضربت مع حراز ولا نحمل قوم الدباس غير فراجة وسجية قال مكي جول في الغا يا فهم الغماز لغي يفرق شغل الدراس امنه يسغالي كيف جرابين العشيق وعويشة والحراز حراز احكي من الحجاز قولوا الخاطئ قولوا للخاطئ بنت هاويتو بالغالي في الاخطاء بعد ما يشالي عد خاطي خلا حج عليه وبقى فيها مخوط نزلت نقاطي نزلت نقاطي في الموهب بسلوب الجين حامل وكل مزمار في بساطي حاضر ديما لا يغيب عيام